كيبان لي بان فريق الشباب المحمديه استنادا على المؤهلات ديالو وعلى الرئيس ديالو تبارك الله اللي كنشوفو مول الفريق باحسن تمويل وكيسهر على راحه اللاعبين، الفريق غيمشي بعيد هذا العام ان شاء الله في البطوله، غيقدر ينافس فريق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي على البطوله. وبالنسبه للمغرب فاسي هو عنده تبارك الله مؤهلات مزيانه باش انه ينافس على البطوله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وما كاين حتى شي فريق غادي يحيد اللقب هذا العام ان شاء الله الفريق الرجاء الرياضي، هذه حاجه باينه بلا ما نتناقشوا عليها وبلا ما يكونوا بزاف ديال الانتدابات حق شباب محمديه ولا مغرب فاس. هادو الا استطاعوا ديروا شي حاجه قدروا يجيبوا الخامسه ولا السادسه، لا داروا شي حاجه حيت كاين فرق كبار في قسم الوطني الاول، ما يقدرش فهمتي حق ماشي انا عندي فلوس وعندي وعندي. وما تنساش واحد القضيه، هاد الفرق متعودين يلعبوا بلا جمهور، يقدروا يستغلوا هاد الفرصه. والحمد لله راه كيف ما قال لنا فوزي القجع في هاد الاسابيع غيفتحوا التيرانات، وكنتمنوا من الله يفتحوا لنا التيرانات ونمشيو نتفرجوا ونشجعوا فريق الرجاء الرياضي لانه عنده جمهور كبير وكبير بزاف. وما ان شاء الله الاتحاد ما غينافسنا هذا العام ونجيبوا البطوله 13 ان شاء الله. لا ما يقدروش يدوا البطوله من كازا، حيت صعيب باش تحيد البطوله من كازا، حيت راك عارف كازا عندها جمهور كبير بزاف، سيتو الرجل الوداد فهمتي، تسول في المغرب كامل على الجمهور غيقول لك في كازا، الجمهور ديال الرجل ديال الوداد، واخا يكون عندهم اللي بغى يكون، حيت شنو اللي كيدفع اللعابه باش على العزيمه والاراده هو الجمهور. حيت ما يمكنش فرقه عندها ثلاثه الناس كيشجعوها غتجي غادي تبغى دير بطوله، لا ما يمكنش. المحمديه وفاس ما يمكنش يديو البطوله لان الرجاء والوداد فرقه كبيره وعندها امكانيات كبار، عندهم جمهور كبير، ما يقدرش شباب المحمديه والاخرين يديو البطوله حيت عندهم جمهور ماشي بحال ديال متناسبش ديال الرجاء والوداد. غينافسوا في بطوله، عندهم دراري زوينين ولعابه مزيانين فهمتي، اصلا كاينين دابا شي فرق في بطوله غادي يستاهلوا البطوله كاع. اما هما خويا راه كاينين تبارك الله، راه اون فوا طلعوا راه غيديروا شي انجاز صح. اللعابه تبارك الله واقفين فهمتي، شارين لعابه مزيانين، غيكون خير ان شاء الله، قدروا ينافسوا في بطوله، قدروا شي يديوا ان شاء الله.